إن شاء الله تعالى وحن كبلا بين آيات لبقل لباتن يشن إلى آيات بقل صدن يصدح من سورة البقرة آيات دي أدن بيسي الدرسي قهر وحيا هاي لا تجعل الله عرضة لإيمانكم ألا هدف أما توقشها وقردقين لإيمانكم دارتين وألا إنت كل دارتان marka urdudu waxa uu hadaf meel wax la toogtana way noqon xijaabna way noqon haajib ha ka dhigina alle la tajcalullaha alle ha uga dhigina urdatan haajib li aymanikum daartina darteed anta baru li allah tabaru in aidan ihsan falin wa tattaqu ayda rabbika baqin wa tuslihu bayna an-nas aidan hisin oo yaani wax khayr oo samayn lahayde intaad ka dhaadataan aad tiraahdaan waaban ka dhaartay samayn ma yasaa yeelin kafarada ee dhaarta waa la jabin الله مركب حليه لا يؤاخذكم الله ألا إذين قبل مهيو باللغو بلاش وفي أيمانكم دارتنا يعني دار أن قيمة لها يوهي ألا إذين قبل مايو ولكن يؤاخذكم وحو إذين قبل بما كسبت وحي كسبت قلوبكم قلبيالكين معنى وحي أغد تلقى شيئين دارتها بل إذين قبل أيه. والله الله سبحانه وتعالى غفور كيدا فوهي حليم ونحريسة ودار بلاشتها وحوي الله هو إذن دافع سبحانه وتعالى لكن وحي أدارهان وقلت لقشان الله إذن قبلية داد شبي ساوي مركا الله إيمان هو ثلاثة واسدح ويوم مدو حالينا ودار بلاشتا دار بلاشتا مركا وحال لغفة السيرا وحفر بضل وحاكم إذا وحيابها لغفة السيرا شيء أدو حق أد إني فنجه أد مودي صوت كل دارتي أو بيان نغضي تاسوا دار بلاش وي شيء كذا نحن هذا مركا دادكو شيء كيسان أما وحكاليسين هبل أساسي أساس والله هو صدا الله سيدنا ما أرى دارتها يعني عربك إسكام مرأي سنة يدنا دار بلاش ويو وحبل قوقف سن ما يوي دارتك لو حوي ودار أدو حكم من عي أما دو حكم سغيسو إن هدي سيدات والله واسداس أما سيدا يهلي مهي أما واسدا تاسو ومد كفارة له وكفارة لغا بحنا يو دارتك لنو اليمين الغموس مد لين أرقلية وقفكو تساقو عدكو خيالي قلين أما كعدر دارنا يا أما حول بني آدم كوكو سنة يا oo beenti inay tahay ogeh waa dhaarta oo ku dhaarto oo u been ku dhaarto dha waa yimino qamusta ka faaran mal tawba keen mooy in kafaara laga bixiyo way ka weyntahay wax kafaara wax ka tareysa waa ka weyntahay marka dhaartan dhaar bilaasha waa dhaarta carabkaaga si dadban ama si dib yar umarta wallahi waa sidaas saasa ila tahay iyo dhaarta taakiid ko inta sheekaysa wallahi inay sidaa tahay waa iska taakiid waxa soo dhan Alla idin qarnay subhanahu wa ta'ala dhaarta la idin qaban hadii aad jabisaan waa dhaarta aad dhaarahan ugu tala gashay taahda jibsa wala idin qaban hadaydan khayr ka dhaaran khayrka waxa la rabaa hadaad ka dhaarato inaad jabiso oo kafaara bixiso laakiin al yamiinu al ghamus dhaarta beenta ah oo ruux u ogyahay beentahay kafaara way ka weyntahay taas waa laga tooba keenaya sida shirkiga oo kale haba ka hooseysa shirkiga la yu'akhidukum allah alla idin qaban ma hayo bil laghwi dhaar bilaasha bil laghwi shay bilaasha fi aymanikum dhaartina والله إن سيدا تاي وأنا والله سيدا سيئلة تاي ولكن يؤخذكم الله وحيدين قبني بما كسبت وحي الشقي سي قلوبكم قلبي لكن أي كنت لقى شيء دارهان وقلت زي ما عقدتم الأيمان وين والله الله سبحانه وتعالى غفور في دافوي حليم وضلقات بضر انت أصبح تلمام يسار دارتها يرايا وحبا دارتها سيب بدننا دارتها انت بدن وحالو يقان قفك بينا لها يا دار بدن وحكوات كانوا اسكو مكالسونا وكيف رسول الله قادم وايو كيا بني مركا غفور الحليم معناه هو حويه الله هو ايدين دول قادنيا ودار بدني ذا لفتيدا هذا دار تبلسا وايدين دول قاتي وايدين دافيا لكن دي دار سهل يريون دار كلا ايدون اتشفتا وجاهل اهايد وحكم كيدي لشيغي الله حول للذين كوي وحاو سغنا دي يؤلون كدارنا من نسائب هاوين كودي كدارنا وحاو هذا تربص أربعة أشهر أفر بلوت سويدود أفر بلود بلوك هذين وقبضوا أين كدل بين وحبا فإن فاو هذا يكون نقضان وقبض حاسن ما ذي زوجين ما ذي يكون نقضان فإن الله ألا غفور كإلا فهو يرحمون ونحرسوا كفار أبو بحيني يلو هو وح جاهل وشري وقفك إنكم حكرنا رانا يا قبض حاس كيسا إنا نحاس أهان ولم عملونين مفريو إنو نحاس كدقين إنو نحاس أهان ولم عملونين بوكرنا رانا مركا أفر بلود يوحي كير أفر بلود يوحي كير waxba laga dalbin mahayo waa la iska deeyna waa la isaga aamus way afar bilood wixii ka yar afar bilood wixii ka badan haduu ku dhaarto markay afarta bilood la gaaro
فرب على ليهاي هدو ديدو قاضي قا كفرية دلقت ما لقى فرية هدو كل نقطة أو أفر تابل المركز أفر كل نقطة أنا واسدة الله ربي يدنا وحوي واسدة وأفر بالوضوح كبر هذا دوك النار توي للذين كوي وحوا هذاي يقولون كذا رنا يمين نسام هؤلاء كذا يعني من جماعة نسائي هؤلاء كذا إن يلم عمل ذنب كذا رنا يعني تربصوا أربعة أشهر أفر بلوت سجود أفر بلو الله لما ي فإن فاؤوا هذا يكون نقدان وقبل دي حاسين ماذا يدي يكون نقدان واسد الله ربه أفر تابلوت جدوه هذا يكون نقدان واسد الله ربه فإن الله ألا سبحانه وتعالى غفور كذا فهو رحيم حريصه مركب حال إنك قبل ذا كذا أرتي أفرت بلاد حكمة لو قد يري وحال يري وحال أقادي قبله أفر بلاد وحكبدا ننك وحاوي دمك المارب كردتك أفر بلاد وحكبدا عمر بن الخطاب بهبين كرمير سمين يو قبل قبل يسود لغيستي مركا وحا قبل يدي كم إذا هدانا الله كبقين زوج كيغن حرمين وكحشونين سرير تنو لباتي لدق دقاق له تدا سوكله عمر بن الخطاب هوين بو ويديه قبله انتهي ركا صبر كرابو إلو أفر بلود بيدانه عمر بن الخطاب أمر كبحي لح بلود كبرا وحكا مغنان كرا إنو نسيرين بو أمر كبحي مركا حكمدو إني سيدا تايوا سورة قال وحا أفر تاب بلود لي وين عزموا الطلاق مركا دلاغ هدي أقستانو إني فران بالدمعان انتهي إيلودان هدنا أي دلاغ دمعان فإن الله الله سميعو كي مغنوي عليم أغو دي سيدا ويهي بالولاد نغميا marku ka yiloodo oo u yiraahdo gabadhaas ma jimaaceedi waan ka dhaartay haduu furitaan raaciyo wax dhiba ma leh way fiican tahay way haduu furitaan raaciyo laakin afar bilood markii la gaaro yaa laga dalbayaa inuu gabadhii xaasinmadeedi ku noqdo haduu ku noqdo marka kafaaradii wixii uu buubixinayo haduu ku noqon waayo afarta bilood wixii ka hooseeya waxba isaga la hadli maayo duu kafaaradii bixin waayo fur baa la leeyahay haduu furi waayo waxa weeye dalaaq dirar baa la yiraahdaayo qaadigaad hal dalqada kaga furay si uu soo cishado haday is dooraan weyn cazamu talaaqa furitaan hadu in cazamu haday dadka muuliyintii u qastaan dalaaq u qastaan dalaaq ramaan fa inna allaha la samiu fi maqlawi alimun wa ugu wala ga dhageysan wal mutallaqatu gabdhaha la furay ya tarabbasna waxay sugayaan way xabaasi bi anfusina naftooda guur ka xabaasi iyo zawjnimo thalathata quru'in sabbih qur'i قرئ وا حيد نوا لا يراهدا وا ظهر نوا لا يراهدا marka labada waa loo shaqaa laakin hada xayd bay u dhawdahay culimadu u badan yihiin wala yihillu halalu ma ahlahunna gabdaha la furay an yaktumna inay qariyan ma khalaqallahu alla wuxu ku abuuray fi arhamihinna makankooda wuxu ku abuurayo xayd iyo ilma ah wa goorma in kunna haday yihiin minna ku warfumay billahi alayhi wal yawm alakhir gabdaha la furay mutallaqatka waxa weeye iddatu al wafa gabdaha la furay كون هذا وحويه وقبلها دأذا يرى معناها وقت جي حيل كتجوجة أورنا الله يوي قبلها أور كله هذيل لفورة أور كذو وضع الحمل سورة النساء الصغرى بالغش يا جي قبلها يرى يركه ولي حيلين هي إسلامها وحيل كي كتجينا وصدح بلاد إسلام سورة داس الغش يا جي مرك قبلها وحويه وقبلها قلمر بتاع علماء إن ليه سيرتيه وقبلها وقت جي حيل كتجوجة أن أورنا الله يوي وقبلها سيداني واسدان مركة ثلاثة قرؤين هذه حيث خلقات لقد صدح حيث مركة يهلان صدح حيث مركة يهلان بس وعن متك صدحات مركة يقشوه يسوون كرنا مالين مركة سيسود يارين كرتاقور يسود يارين كرتابالين دلاقنا واسدحوه وحوية دلاق السنقة يا سيفي عنه قبل يضو طاهرة أن لا نتابن إلا فراقي عن إن شاء الله هل كادما كسيدون والمطلقات قبلها لفري يتربصن وحي نفطود حباسي او غور كحباسي يتربصن بانفسهن نفطود وحي غور كحباسي ثلاثه قرون يصدح حيض بحباسي يصدح وقت وحيضه ولا يحل حلال ماها لهن قبلها حلال ماها ان يكتمن اني قريان ما خلق الله الله وحو كابو رفع ارحمهن رحم كود وكابو وحا لا يابا اني دن كيلت اني وحا قريسو وعدد سونا نكو اسو عشنين بل غدهد بي صدح دي حيض با ان كهل اني تلا سوره قال ama bil iyo badina ku hela suura gal ama si uu waxa weeye inay tilaahdo waan dhiciyay bil metel oo 15 ciyaab ku dhiciyay inay tilaahdo ama waxa suura gal si ciddadu u dheerato bal ninku u soo cishado uur baan leeyahay inay tilaah ya suura gal marka waxa la leeyahay gabdhaha loo aamino waxa leeyahay gabdhaha in la baalo la fatasho ma aha waa in iyaga laga rumaysto waxay sheegaan haday yiraahdeen xayirkii wuu iga dhamaaday saddexdii waqti waa laga qaaday
هذي يدهدين أور ملهي والله قاعدة أور ملهي هذي يده والله قاعدة لكن هو مركز الصورة قال يهوي المثل هذي ترى ثمن معلومة جدوه هذا مشاني ثمن معلومة جدوه بصدق هذي حيل بهلا لكن يري ما يك هو يهوين كله ويدون إنت الله أدره يلا صاعر بينه والله صاع يقين إنت وها إشي كان وها الصورة قال إني يهوي مرك حلال وما هنا قرية وحرم كده كتير هذي أور ليه هو هنا الشيء هذان إلهي هو هنا الشيء وهذي مؤمنين يهوي يعني قف لهم من وعدك قادنا يا جرا إن كنا هديه منك ورهم يب الله عليه واليوم الآخر وبعولتهن زوج أزواج تودي أمر رجودي يا أحق مضن بفده النسو عشت كود في ذلك عدد النحداد ذلك عدد كل عين إن أرادوا هدي دونيان إصلاحا وناك هدي دونيان خير معاملة وناك هدي دونيان معنا قبل وعددي كتل تعددنا ورجع دلقد باكر لعدي أما لفضل القدود دلقده قاربا باقية انت عدد كتلته من كادي حق بوليها إنه سوء عشد إذا حتى كلتش الماي حق بوليها معنى هذا وحوي السبب إذا كلتش النمو سوء عليني لكن أجددوا وإن يتهي إنه قبل الزوج نمي سفي عن أيوة تشغال إذا إنه كل بوا إن يتهي مركو سوء عليني في عمتهي قبل الدبات هو إنه نلسى بموي إنه دادو إصلاح وأزواج هذا إصلاح دوني وبعولتهن فقوضا قوضة زوجيات قوضة أحقوا أغمضا بجده النسوع علين تود في ذلك عدد عدد حذرة إن هذا دو فرق وهذا يثبان إصلاح ولا جن هذا يثبان وقبل الدب أين اللثم هذا الدب اللثم ما بندير وأين إن ثبان نوي قبل النسوع علين ولهن قبله وحوصنا على حق أهان مثل الذي كي أوكل عليهن يقدش وضعها بالمعروف سلا يقانو أن بعث لهم بوجوه هذا معنوه حوي قبله حق الأولي هاي كل ما يدفع دخله مركي زوجهين يا مركي رجع كجيران يا وحي أردن إلى مركي رجع عدة رجع كجيران زوجي كده كان تاعي وحلا وحي زوجة لهاي جماعة مركي لجرها يبا وحوي يي 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 نكا كلها هاي وين رجع قال لفتي سنة علبة وحي ليهين وهدوه إنه سوء الشذر ربا قول وإنه كسر عليه مرخاتنا وياله علبة قاربة وحي ليهين هدي فعل وكسر عليه أنتو قبل يقطعه وحاسن ما ولا معامل هذا نيدي سنة كجيران إنه سوء الشذر ورد بينهم لكن هذا لو ما تشعله وأينو مخاطئ يالو وتهما ماشي إما نيس إنه خلط كلا قليبا ماشي لو قادنا يا مركب خلط كاسين ماشي لو قد صاره وأينو أفك تسوع الشدوين وقبله مركب انت عدد وكسر تأنو سوع لين موقلي كرا هاو إذا الله أنو مقلي كرا لين انتو نسوع لين ولي إذا الله أنو موقلي كرا وأين إذا انتو وحاول شركة هذا نمت هابا كرا ماله أجنبي قال لقد قدنا يينا كما إيقي كراون لكن وحو الله عنا كرا هذه الدتك للاتشوغا وحو الله عنا كرا بالك مركي عششدنا واسدة ولهن وحاق ابنها أصبنا ذي حق أهان مثل الذي كي أوكال عليهن يقدر صدا بالمعروف سعادي هو ناس المعروف هو حلوك إذا وحان لباتا عدنكو أهين وشرعي ويقان أودتكو إسلا يقانين ومعامل وناغا يالو قولي يهي مركي وحاوي يكبض بدس ماها دي نكي وحونا هلي كرين كان لمالي يدنا وحين أودي كرين حق لغو مالي وحاوي حق بيدتكو إسكولي حتى مركي رجعي قتاهاي iy markii xaasay tahayba sida iyada muamala wanaag iyo khayr looga doonayo iyaduna rag ugu leedahay laakin wali fijaal rag waxa uu sugnaaday calayna dushay darajatin dheeri rag wax yar bay ka sarreeyaan maxay kaga sarreeyaan deewey maamulano iyaga raashinkii iyo gurigii iyo dhaqaalihii oo dhan laga doonaya marka waa inay ka amar qaataan rag oo ay sida ula muamalaadaan waxa la ogaaday hada dadka la yiraahdo tahriirul mar'a gabdhaha la xoreeyay dhibaatooyinka ugu weyn gabdhaha la xoreeyay bay haystaan gabadhu gurigeeda markay joogto waa sayidad weyn gurigeedii bay fadhida waa loo khidmeenaya xeerkeedii iyo caruurteedii bay tarbiyeysanaysaa wax dhibaato ma haysato sharaf baa loo yiwaa loo khidmeen bay yidi baa loo khidmeen markaasay tii waxay u bedeleen waqtigan casriga ah in la gumeyso la cabidiyo bay u bedeleen wax ka dhibadana waa loo gaaray gabadhu waxay rabaan intay banaanka u baxdo waxa weeye ay noqotay israasho kale ay noqotay haba allah marka wuxuu leeyahay wali rijaali aleena daraja macnaheedu waa sida waa in rag xukumo gabadhaha way ka amar qaataan xukuumadda oo xukumeeyna xukuumad adoonnimo ama aha ee waxa weeye waa inuu maamulkeedo oo dhan u dhameystiray weeyo oo xurmeeyo iyaduna ay sidii yahay ay u xurmeeyso maamulkiisa uu deeyay dadku waa kala laba maamul marka khidmadeedii iyo ninka raali gelintii iyo sidii muamala islaanimo ay isugu tageen waa inay islaam isla noqdaan wali rijaali ragga dusha waxa uu hadii calayna gabdhaha dushooda darajatun dheeri wallahu allana subhanahu wa ta'ala azizun fi ghaliba weeyo حكيم أو فلسم سيقول بسيدك أبسن يهي مركا الله فلسمي دي سوحا كميدا إن شقدي تقيد دمرك لك لسيي ومدبقوني الله شقسيي
mid waliba shaqadiisa inuu ka soo baxo la oran karo aziznimada macnaheedu waxa weeye haduu ninku dulmiyo gabadha Allah baa aziza uga hildhinaya haday gabadha lafteedu naashisa noqotana Allah baa aziza weey wala aqdigay ugu Allah wuxuu leeyahay at-talaaq marratan at-talaaq talaaq ash-shar'iyyu oo sharciga ahi marratan lama jeer weey way laba goor la furaa marka marrad labaad falahum dadka waxa uu sugnaday imsaakun haysasho gabadhii la haysto bimacruufin si sharcigu yaqaan loo haysto aw tasriixun siideyn biixsaani si fiican loo siidaayo gabadha la saayo adalaaqu marataani masaladaasu waa masalo tafsiil badan u baahan dalaaqu waa bidci iyo sunni dalaaqa sunniga ah waa kaynuna gabadhii oo duhur joogta duhur ah daahiraha la taabanay waa in la furo dalaaqa bidciga culimadu waxay ku sheegeen in saddexdii dalaaqood bikalima waahida lagu rido ama gabadhii oo la taabtay oo duhur ku jirta la furo ama gabadhii xayl ah la furo dalaaqa bidciga waa ka marka culimadu waxay yiraahdeen dalaaqa marataani waxaa looga jeedaa dalaaqa saddexda dalqadood isku mar in la rido lama ogola sharciga ma aha waqtigii nabiga kaleey salaatu wasalaam hal nina ya saddexdii dalaaqood mar kaliya sidayo ayul cabu bi kitaabillaah wa ana bayna dhuhurikum bu nabiga ciyaar bu nabiga ku tilmaamay saddexdii dalaaqood oo la rido marka culimadu meesha way isku khilaafsan yihiin oo dalaaqo marataani mar hadii la yiri saddex dalaaqood mar kaliya lagu dhawaaqo waa haba dhicibo ma hayaan baa culimadu qaar leeyihiin qaarna hal dalqada dhicibeen maxay yeli maadaama saddex dalaaqood la israaciyo ay xaaraam tahay waxay bay sharci ka ratin maayo xukun ka ratin maayo leh marka markii la isku soo ururiyo hal mar fur haddana mar labaad fur dalaaqii saddexaad ama hayso ama waa markii kaaga tagayso macnuhu noqonayo culimo badan baa marka waxay leeyihiin saddex dalaaqood markii lagu dhawaaqo hal dalqada kaliya dhacaysa saddex xadiis bay u deliishanayaan xadiidkii muslim uu wariyay oo ahaa dalaaqu sabankii nabiga iyo sabankii abuu bakar iyo laba sanadood oo sabankii cumar dalaaqu kaana dalaaqu salaasi waahid yuu ahaa markay dadkii badiyeen buu cumar ibn khadaab yiri warwaan ka xukumaya marka ma uuna xukumin in dalaaqii saddexdii dalqadeed dhaceen wuxuu xukumay saddex dalaaqood ninku ku dhaartay inay dib gabadhii ugu noqonin oo isaa kaga tagtay yuu xukumay cumar ibn khadaab hadiiska kale waxa weeye Cabdullaah ibn Umar baa gabadhii xaaskiisa ahayd buu furay fi xayidu buu ku furay marka Cumar ibn Khadaab baa nabiga u sheegay uu soo celiyo hasoo cishadu oo markay daahiroodo waxay leeyso hadana daahiroodo ha furay marka Cabdullaah ibn Umar wuxuu leeyahay saddex dalqadood baa ahayn oo xisibta tadliiq hal dalqada laga xisaabayo hadiis kale oo laga xog badan yahay Abu Rukana ninka la yiraahdo xaaskiisa furay marka hadiiskaas wuxuu ogow waa muqarib oo marna albatta taba ku furay buu marna saddexdii dalqadood baa ku furay buu marka nabigu waan ogaahay muddo saddex dalo marka albatada dameesha uu ku furay maxaad ula jeeday buu nabigu ku dhaariyo mid kaliyan ula jeeday buu marka sidii baa lagu celin marka culimadaas marka intaas oo dhan isu geeyeen aayadana ay sheegaysaa in dalaaqa in laba goor la furo ay sharci tahay caadina ayna ahayn waqtigii islaamka bilowgiisii nabigu joogay in saddex dalqado wax lagu furo saddex dalqadood markii lagu furo hal dalqada dhicibayda waxa kale xagga aqliga nadariyada keeneeno haduu qofku yiraahdo subhanallahi thalath saddex goor talaata ma hal mar uu subhanallahi yiri soo ma subhanallahi thalath marka saddex dalqadood baan furay waa hal mar ahow subhanallahi thalath ma yiri saddex subhanallahi noqon may saalin culimada kalena waxay yiraahdeen ee xaraam baha ahaatee way furmaysaa bay leeyahay saddex dalqadood ninku yaa furay mar hadduu yiri way ka furmaysaa bay yiraahdeen marka adiladoodu kuwan saddexdan xadiithan sheegayna aayadun bay awilayaan daliil si toos ah u sheegay in saddex dalqadood wax ku dhacaan ma jiraan بقدرة الله تعالى هذا أف أربع المذاهب وحيسكر راعين صدح دلاغ ذينا وحكفر مياه هاي مدي أودن إمام مالك أبو حنيفة أحمد بن حنبل إمام الشافعي ساسا يسكر راعين ما الحديث ستوسع الشيقة يعني صدح دلاغ ذو حكفر راعين ما تريد كون يرأى أولنا وحوقي تأويل كسن سمايين بركة دماش علماء ذا سيسكر راعين وما الأدق ويو عجيب أول الطلاق مرتان والله بشير فورد هل دلقضة يا هل دلقضة فمرك بعد ذلك فإما أمساك هيسشو بمعروف سفي على الله هيسو أو تسريح سيدين بإحسان وناق لبو سيداي مرك وفرصة لنا فيه وحي آية بيشوشين إيسا جاهلي دي وحي آية ننكو قبل طلاق عدد ملاهين وان كفر يقول لي هاي هذا نو سوعلي هذا نو فوري ولي بي انتو دولو مرنا فوري مرنا سوعلي ني يقول لي هاي سيدا سيقول لي هاي مرك تيبا اللي شوشيو وحي ليدا لما تشيرون با فرصة لنا لما دا تشيرنا هدرون qofku inay jecel yihiin inay isnaceb yihiin oo kala samraan laba jeer waa waxa weeye marku mar furo oo hal dalqada ku furo waxa weeye muddo joogi ha soo celiyo marka
هدنا هل دلقدها كفر مدة يشوق مركب مركب هنا إثنعاني إن كلا على الله يحدث بعد ذلك أمرا وحفر صد الله سينيا إن واحد شوي ما دار لقيا بحمان في أبي ماشي كبح هذا بصورة قال هذا يدد إثنعيه ويكلا تقيا واحد باتا ملون ولا يحل حلال وما أهل لكم إذنك حلال وما أهل أن تأخذوا إنا تكقادتان مما كي حقه آتيتمهن آتيسين شيئا شينا إنا تكقادتان حلال ما أهل إلا أن يخافا إني لبدا زوج كبقان مويا زوجتي إيا زوجكم ألا يقيما إني نتوسنين أما كردق من حدود الله ألا شرع بيسي إني كردق من الأحكام تيسي كردق من وصيحنا إيوه ذا تشوغان وحوالي قبلها مهركي يسيي مبنانا قبلي لفوري وحي مهركي لوسي إن وحي يربها أهاتي لقاقاته مبنانا إلا إني كبقان إني سفي عنو ذا جوغوا إنو فورتان كحقا قبلنا كيما دم وياه دو فرتان كو حق غبد كاي مالد و كا قادن غبدي غبدي تيرا ساريد و جميل لودن جيري نينكادي قيس شماس بن قيس و حيتدي يا رسول الله وحان ربا اسلام كينا قال لما كو سمي مره معناها نينك لما دقم كاري ليبا دباتدون و حي هيد بيت رهبن مالين دويدن داها اسك فايده خد بو لا سوداي و اوغو غابنا و اوغو مدوبان و اوغو جفون خما بيت ماركدي لما دقم كاري تي دباتين اي غيستان كياد ما هو علم بوري وحيسي ها لما بيرات بوسيه ولا بدي بوي علي سوي ونشوز كهدو حد دبر دكاي ما دم كوا خلو عي ما كخلو عاسي إنه فسخ إنه فسخ إنه طلاق يهاي علم دو بسكو خلاف سين هدي الطلاق يهاي هل دم قد ما كده عيسى وكل نقول كده مركز دم بيستونا مهر عصب وكل عشان كده طلاق يسوي خروج رجع ملة خلو عيو قبل يدو الله تعالى من الفري يخلو رجع ملة وباين هل دم قد هو باين وعي مركز مركز يستونا وكل نقول كده مركز علماء قارنا واحد دلقته كذا عين مثل إليه هنا وفسقه دلقته هنا وباقه هذا مر له بس كل غضان. بركة معنوه حوي لا يحل لكم إذنك حلال إذن ما هرجو أن تأخذوا إن قادتان مما كي حجي سئيتمهن أتسيسان شيئا إن يربهات إن قادتان حلال إذن ما ها إلا أن يخاف إن لبد الزوج كبقى من الزوج كي يزوجه الله يقيم إن يتوسنين أما هجاتين أما كردق من حدود الله الله شرع بسينين كردق من مركا فإن خفتم هداد كبغدان هدا حكامتي بالله لهذا يددك قرابة أها إن خفتم هداد كبغدان دد وينهيو الله يقيم لبدا الروح إني نتوسن إن حدود الله ألا شرع جيسا فلا جناها حدا بعليه ما دش وضماءها فيما افتدت وحي عيس كفرت به سوى عيس كفرت هدي استيدين استيدين انتي حقا قبل كاتمت أي صورة قلتها إني ندبدا بأوضا دقم كارينين وحباه يسوء عرارينين عليها يسوء علينين مركي كلا تجان وحباه يسوء علينين عليه مركا يدو حي اسكفرت اي وحا اسكفرت الدم بكرا عماي اسنا هدو قات الدم بكرا عماي شرع قا و قول وي وحدود دي الله سدا الله وحليه فان خفتم هدات كبقدا و مركا حكامتا لله دي ددكي سوكيها اها الله يقيم ان اين توسين زوجتي زوجدو حدود الله الله حدوديسي ان اني توسنين هداي كبقا هدات كبقدا فلا جناح الدم بماها عليهما دشود الدم بماها فيما شيء افتدت أي اسكفرت به إسجع أي اسكفرت الدم بدش هذا ما هو مركدت في وحلا ليه هاي الدم بمسارها هذا يقبل لي اسكفرته مركي نكي لدغ مويد يدو نكي كشوا جدا وك قادن كرا لكن يدو الزوج نمدي شفته الرالع ما وك قادن كرا وين مرك وح نذريه كلا شفته يدو قبل ده حاجة خلاف قائمة ننكم خلع ما خلع كلابال وحوي وحلا ليه بعيني لهذا ده إن هذا وحي سيستوى إذا قيب ستمى يكفر مهاي علم ذو وحي إليهين تاسوا الظلم ونكي الظلم لغو قربسين مهاي خلعينو كقاتما قل ينا وحي إليهين ما داما اللي باتضع يدو أي قبطو منك هنا ويسكن لعي سيأي حر النغطو حر مدى ده كيف ستسي سيدا سانا يرحب بدا الله وحي إليهين فإن خفت مهدات كبغدان الله يقيم إنا نيتو سنين وخردق من حدود الله فلا جناح عليهم الدم بالدش ولا مسارة لبدا الروح فيما شيء أي كدم بابان افتدت بها الكفرة يد الدم بمسار هذا واحد بحيثه يسجن الدم بمسار الله وحول تلك التاس حدود الله إله شرعي سي ويان فلا تعتدوها هطلابنا حدود واتي دارتي يمين اللغوي يعني نكي قبل ديسا جماع هذا كدارتي قبل دي نكي قبل ديسا فريك عدة ترساني سي دلاقو الله بچهر لقدقو وحدود الله ويان فلا تعتدوها بان هطلابنا هكذا قد بنا من ذلك الله أشرعي يقول دغمالي ولكن علماء الله يقول مركي اللي يريد تلك فلا تعتدوها
صدح دلقضود إن لقفره شرع بماها مركوا حتى لو شرع قال له الله تلابي وي صدح دلقضود إن لقفره تلك تاسي حدود الله ألا حدود سيوية فلا تعتدوها تلابنا ومن يتعدى قفك تلاب حدود الله الله شروع ديسا أحكام تيسا قفك الله تلابه فأولئك كوا النوع عاشهم الظالمون كوا الظالمين تأوين وحوي سيدي اللي ربي أمان نقمن ذلك وحوي الشيء سيدي وها وكوها بنا يين أولا نقمن أولئك كوا سيهم الظالمون إياها الظالمين فإن دلقها حدو فره دلقد إبدا بيكي والصدحات فلا تحل حلال ما أهله إساقا من بعد إنتا كذب أو فري كذب حتى تنكح إلى أي بورسته زوجا زوج وغيره إساقا غير فيها تبدي إنك صدح دلقد ودمرك وكفر دلقد إبدا بيسر راعيه خج بمجره مسو عشنكره نكاح عصبنا كم عشنكره إلى ننكله أي سو بورسته نكاح كله سو بورس جيسو وحال الربا نكاح وننكاح دم بورسنا يعني نكاح الرغبة يعني حاسن ما يو بور هاني نو نو ولو بورسده تلوم مهريو وتكيه رواين عددي في كذا ما تو استوى مركو بورسنا يعني نكاح الرغبة وين يها نكاح تعيل وين يها استلم مركان ولو بورجله استلم مركان وفره haddan ay ciddadiisaasi ka go'do wa markaas intaas oo yaa la soo maraya way inta mid kaliya hadii la waayo ma xalaal ah way culimada qaar baa waxay ilaahdeen waxba yaani inuu la muamalo shardi ma hadu guri la galo daah si deystaan waa lagu kaaftoon qaar baa laakin ma aha sidaas marka taxallul ee nikaaha muhallilka la yiraahdo nabigu wuxuu yiri waa ardi ardisa ataysul musta'an wa ardi li soo adgistay marka waxba xalaalayn ma hayna ka caasi gaar ahaan haday labada adduu ninku iyo gabadhu ku heshiyaan inuu xalaaleeyo ninkeedu xalaaleeyo ama ninkeediba uu kan ku leeshiyo inuu gabadha guurso iyo xalaaleey waxa weeye wax asaxayay wax qabsoomay minna jiraan waa taysul musta'ar waxa kale la yiri laakiin culimada qaar baa waxay leeyihiin hadii aan la cadeynin marka la ismeersanayo la cadeyn niyadaha ku jirta laakiin haddaan la cadeynin waa sax bay leeyihiin meherkaasi saasuna noqon doona bay leeyihiin leen walba markuu wax guursanayo waxba niyada ugu jira waxa kale la sheegay hadii gabadhi isagoo ninka halaal ee taxallul saba duu guursado oo deedna yiraa ma furayo uu yiraa isaga halaal ma noqon maaya markii hore meherki ma qabannin wuxuu siyaaso kale waman yataadda xuduudallahi fa in talaqaha haduu furo fala tahillu halaalu ma ahlahu ninka min ba'du intu furay kadib hatta tankiha ila ay guursato zawjan jawzu qaylahu qaylti ah oo zawjkaasina waa inuu u guursado nikaaha ragaba ee nikaaha taxallul waa inaanu u guursanin فإن طلقها مركا هدو فرو غبدي وطلاق رجعي امد كان فلا جناح الدنب عليهما دشودا ماها ان يتراجعا ان يسكن نقدان دنب دشودا ما سارا ان دنا هدي امليان ان يقيما ان يوغيان دسيان وسمينيان حدود الله الله شرعيس وها ويه غبدي نكي هدي اسفران ولكن طلاق رجعي هي طلقاده وحدمن يهين هدي ان يسكن نقدان دونان لكن أي شرع سوق النقدان إسرائيله واد وضد دق من دون تهوى صحوه ويسكن نقول كرام ليس دي مها يوية إن دلقها هدوف رقبدي فلا جناح دم عليهما دش وضع مسارة من أن يتراجع إن يسكن نقدان دم دش وضع مسارة وإن دلنا هدي أم لين يانو فجت قبان قراء أن يقيم إن يدلس يانو توسين يان حدود الله الله أحكام تيس توسين يان وتلك تال عدي حدود الله ألا حد سي وشروع ديسي يبينها ألا أعدي لقوم قوم بوعدي يعلمون وحقرني قوم يعلمون وحقرني وحوي قفك دي جاهل تاه وشرعك بسيدو يهي قرنين وعدين تلو عدي بأن كحم دين وحي تهي بأقون تكذ كاقيمة أمال شرعك عدين تيسو كاقيمة أمال تلك تاسي حدود الله ألا حدي سيوي وشروع لي سيوى أحكام تيسي يبينها أعدي لقوم قوم يعلمون وحقرني جاهل تقيمة أمال وين دلقتم وإذا دلقتم مركات فرطان النساء هواك وفبلغنا أي قادان أجلهن مددي عدد أي قادان بمعنى قاربنا أي كل وادان فأمسكوهن هايس أسوع عشدا بمعروف سفي عن أسوع عشدا أو صرحوهن سيداي بمعروف سفي عن سيداي فبلغنا أجلهن معنى هذه وحوية قاربنا مركي كل وادان لهذه عددي بغتي لما هذا سوع عشد ملك نير عصبون إن إسكو عشدان مويان مرض وقت قلنا ما هذا سوع عشد ملك marka muddadii ay gaaran macnaheedu waxa weeye haday ku dhawaadaan way marka waa soo cishanaya dadna uu markaati gelinaya sidayna sheegnay tirada lagtumun nisaa haweenka marka aad furtaan oo fabalagna ay gaaran ajalahunna muddadii ciddadu ka go'leh ay gaaran macna qarka u saarmaan
فامسكوهن هيسا بمعروف السفر عن السوء عشدة أو قبل ليه أمر خاتك لي سوء عشدك أو سرحوهن سيدة يوفرها كقال معروف السفر عن مركا لسيدين يسهيدا يدا الله سينا إسوان ضدك إسنعمين وإن لك لتقى مركا السفر عن السيدة معناه واسدة وليس سامحي ولا تمسكوهن هايسنين وهسوء عشنين الضرارا لبيت درتين لتعتدو إنا كحد قدبتان درتين مركا سوء علي نيسان أجددو ياني أهان gabadha dib aad ula dan leedahay inuu noqonin oo yahay gudub aad ula dan leedahay inuu noqonin marka soo cishanayso waa inaad dib u soo canaanato alle ilaahay gabadhaas kama mar ma kala marmi kartaan waxa weeye aad tifi aan dawjannimada iyo caruur inay idin dhaxaysana suuragal wan way inuu jeedadu tahay inaad wada dhaqantaan wala tumsikuhunna haaysanina gabdhaha aad furteen oo ciddadaha ku soo celinina diraaran dibid darteed li taatadina ku xad gudtaan darteed waman yafal qofkii sameeyay dalik sida sameeyay oo gabadhii inuu dhibad darteed u soo celiya faqad dhalama nafsuhu naftiisu buu dulmiye oo sidoo naftiisu u dulmiye dambi buu galo ciqaab buu mutay gabadhiina waa naftiisii gabadha lafteeda naftiisii ila dadku waa walaal waa isku naf muuminiinta gabadhiina wuu dulmiye waxana weeyo wuxuu rabaa markuu dhib u soo celinayo inayna xiliya furan midna noqonin oo markii ciddadu inay dhamaato la rababa usoo celiyo hadana umar kala fura hadana seetaas waa tii la joojiyay marka gabadha marka la soo celinayo ujeedadu ha ahaato inaad wada dhaqantaan waman yafal dalika sidaas qofkii sameeyay faqad dhalama nafsuhu naftiisii buu dulmiyay oo isaga laftiisii ciqaab baa meesha imanaysa gabadhuna waa naftiisii wala tattakhiduha kayyalanina ayati llahi alla ayadihiisa huzuan jeesjeesa kayyalanina ayadanu macnaha tilmaamaysa waxa weyn jeesiyas ha ka yeelanin ciyaar ciyaar ha moodine sidaba ugu dhaqmo way oo bilbatal haduu qofku yiraahdo waan furay oo hadanayda waa iska ciyaaray waan soo cishaday haduu yiraahdo waan ciyaaray waan mehersaday waan ciyaaray taas lama rabo aayadaha allah subhanahu wa ta'ala ciyaar ma galaan waa in loogu dhaqmo sidaba oo ujeeddo xaqiiqo waa in loogu dhaqmo oo soo celintan uu soo celinayo marka uu furayo waa ciyaar way marka waa in sidaba loogu dhaqmo aayadaha way walaa tattakhidu ha ka yeelanina ayat illahi alla yadiisu huzuan wax lagu jeesaysa ka yeelanina wadkuru husa arabka ka xusa oo qalbiga ka xusa oo ku shukriya nicmata allah ee nicmadiisa calaykum dushiina idin nicmeeyo xikmadda iyo sharciga idin cadeeyay wamaa shayna xusa oo ku shukriya anzala uu dajiyay calaykum dushiina mala kitaaba kitaaba wal xikmata cilmi naafic iyo fahmi ah yacidukum alla uu idinku wacdiy bihi wacdigaasuu idinku wacdeeyay allah subxaanahu watacaala kitaabka laftiisa ku mahadiya kitaabka dhibaatadii jaahiliga ee idin haysato si aydun u wada dhaqantaan ba aydaan garanayni warala ku mahadiya lalee saadu dhaqantaan ba ma taqaanin allah baa idin cadeeyo kitaabka idin soo dejiyay nicmada iyo sida la idinku cadeeyo la idin fahamsiiyey alla ugu shukriya lalee saasaa la idinku wacdiyay allah wuxuu leeyahay wadkuruu xusuusnaada ku shukriyay ka dhigantahay نعمه الله الا نعمتك عليكم دشي نويدين نعميه او اه اسلامكن ويدين كان احكامته ليدين عدي وما شينا كشكريا او خصوصنا انزل عليكم دجو من الكتاب كتابا يا ول حكمه تفهميه يعدكم الله وحدك وعد به وعدك سيدك وعد وتقول الله الله كبر كبقى او شرعك كدقما واعلم اوغاده ان الله الا بكل شيء شيء الارك كله عليمك يغنيه معنى خيانك سو سميسان iy sharci ka soo sifi aan ugu dhaqantaan mid walba allah ma ogo idinka abaal marin way wa'lamu ogaada anna allah la bi kulli shay'in shay'in kulli alim ka ogu inuu yahay wa idha dallaqtum markaad furtaan annisaa hawenka oo fa balagna ay gaadaan ajalahunna muddadoodi oo iddadu ka go'do wa la raj'i bay ahay fala ta'duluhunna kaman ciina an yankihna inay guursadaan azwaajahunna nimankoodi hore inay guursadaan dib ugu noqdaan إذا ترى دوم مركي خلال إساقا نقدان قبل هي نمانك إسفوري بينهم دحضوا في المعروف السي شرعي خلال إساقا نقدان أيضا هو حيث من نزول كذو حلقو شيئا من السحابية يعني كلو أبي الدحداح اللي إله دو بو قبل ولاشي قبل ولاشي أسيي وقوري وقوري نكي با قبل إسفوري عدد دي مركي كقود وان رجعي أو دلاغ اسمه راعينين وان رجعي عدد دي مركي كقود يدي نكي قبل إسوباه دين ويسعلا دين ragii gabadha doonayay buu marka soo garab galo anaa waa rabaa buu walaalkeed baa dhaartay macqil bin yasaar wuxuu yiri intu aad u caayay buu waa kugu xurmeeyay waad igu xurmeeyay weeyday wallaahadan dib dambe u noqonayn waa nabiga u sheegay yiri sidaas ma aha oo aayadana timid xaalib umar ka xaalib galin buu bixiyay ninkii gabadhii soo galan al macna waxa weeye gabadhii dalaaqi fajciga ahaa yaani iyadoo dalaaqi ka dhamaanin
يجب أن تكون نكى مسوع عشانين وركاسة استونين مرة بعضه هنا خاله يسجن نقدان ده يسكون سدان هودي دينا لك هيسكون نقدان حلاقة يا بعدين يلقن ضمبة لو ويا أرجن بقاتين وانت كلام قناعي لو ويا أرجن بقاتين يسكون نقد كودات ضمبة إنه وحفي عنا لحلاقة يا وإذا دلقتم النساء وإنك مركات فرطان وفبلغنا إجارنا أجلهن مدد عدة كم بعضه دلقونا رجعي هاي فلا تعذلهن هودي دينا أي كحنا إني جور سدان أي كحنا إني جور سدان أزواجهن حاسس قاضي نقاضي إذا ترى دوم مركي لبض الروح يدد كفران ليس كانوا بينهم بحث بالمعروف ذلك السداسة يعد لقو وعدي به السداء روح لوعدي واكه من با لوعدي كان هذا منكم يدك حالو يدك مدي هاي يؤمن فيمي بالله واليوم الآخر فيمي يعد النائب فاعل كاد ومن كان وحال لوعدي يا أصدا لو وعدي قف في مؤمن مؤمنكم با وعدي قادن سوما مؤمنكم با وعدي قادن يوعدوا لوعدي به وعدا من بالغ وعدي كان هذا منكم اذا سوى اذا كم اذا يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم سداس ان اذا قبله ان منك اسربا يسديدين هدي يعني اين استعلين اي سدود او كلا تغان يا اسكا ظاهر نما بدل لكم اذا ظاهر نما يا اسكا نظيفسن واظهر ظاهر نما بدل والله الله لنا يعلم في اوغيهي مصالح ده وانتم بكم لا تعلمون ما اوغدين او سدي سداس نظيفسن تهي dilabar ruuxo isdoonaysa markii la isu diido cuqdada iyo ciqdaba meeshii ka iman waxa laga yaba gabadhinta walaalkeed ku gacan saydo in ninkeedii isaga tagtaa laga yaba waxa weeye dhibaato meeshii ka sidana cuqdada iyo ciqdaba midna male nadiif baad noqonaysaa dad jecel yaad noqonaysaa yaalikum sidaasa azka daahirsan azka nadiifsan lakum idinka waad hadal daahirsan wallahu alla ya'lamu masal fi ogihay wa antum idinku la ta'lamuna ma ogidin wal walidatu yurdi'na awladahun قبله مركا والله اسفوري عرورتي سيدي لو قليا عرورتي حقيا لديك دادك اسفوري عرورتي يتراعيا مع الله لقاقا دقاقيا والوالدات قبله وحد لي يردعنا وينوجينيا أولادهن عرورتونا حولين لبسنا كاملين ورميسترن لمن بو حكم كاسر روح بأسنا دي أراد الدونية أن يتم الرضاعة نقمد إنو كامليا ويردعنا لا وحي كردقانتهي أمر بي كردقانتهي قبله arrutoodii yar yarayd ee la furay laga furay hanuujiyaan oo naaska hasiyaan laba sano labada sano waa labada sano ilmuhu hilibkiisu uu korayo dhigiisu isbedelayo labada sano hadii aan wax la nuujinino waxa weeye uu nuugmo waayo waxa laga yaba ilmuhu xogay qabal heen uu ku dhaca suura gala waxa weeye marka gabdhaha waxa laga doonaya inay arrutoodii nuujiyaan laakiin waajib rasmi ah kuma aha hadii ay cudurdaar sheegtaan culimada qaar waxay leeyihiin waajib bay ku tahay هذين عذر ذا الله قالنا وحي يعني إلا وإلا قصبكمها إوين عروتوا ذنوجيها ننكر وحسيون والوالدات قبله وحد علي يرضعنا وينوجينا يعني أولادهن عروتوا ذي هنوجيون حولين لبسنا كاملين ولا ميسرا حكم كان نوجنته لمن ضب أسرنا ذي أراد الدونية أن يتم وحكم كان نوجنت معها لبسنا كامل يلد قفكي وحوي الدونية أن يتم إنه طام يا له الرضاعة النقمة وعلى المولود له كي لورنا ليدشي سواها رزقهن قبلها وحنو جي رزق قودة يو كسوتون أرهد بحضة بالمعروف سعادة ووحونا دي هلي كريم لقو كلف الماي استقونا وحبا واينا نو حكرانين معروف قواسدا سواينا نو حكرانين وحونا هلي كريم واينا لو كلف قفك إلمها اللون نوجينا يو أردالاي قبلها نوجينا يو حاس كيسا أو إلمها دشي يدويل إلمها دي يدو نوجين بهدنا أجر كهليس أو أمر الله قادنا إسا يسقون وين مصاريف في أرض بحيم الله سيوي وعلى المولود له كالله لا يدش سواها رزقهن قبلها رزق قدي وكسوتهن أرض بحاضي بالمعروف السيع عادية والله ماذا بين عمنا أن دبل هين لا تكلفوا لقوم مشقين ما هي عمله وكلف ما هي نفس النفس إلى وسعها ودي الميال نفس اللي بوحي قال كرتوا في سمين معناه أنك لو كلف ما هي وحنه هلي كريم قبل ندي هذا يتي هذا ور وحلاان وحبيل مهم من يجين كرو أي وحلا يسيوم يذا نواقر تدوي قفنا وحنا كري كري لقوما كلفي لا تكلف لقوما كلفي نفس النفس إلا وسعه ودي المولى لا تضار الله مدبه والدة قبل واحد شيء بولدها المه هذا لقوما مدبه ولا مولود له كل الأرض علينا الله مدبه بولد الميسة لقوما معنوه حوية قبل هذا يتي هذا المه يجوان اسكربا مرتب تي جوان كان قادر الله مدبه كروي الله مدبه كروي يسقون هدو إذا هذا اسمه يجي وحوية أنا لا هاي سنة وأنا هاي سنة لو جديد مها يوم وحوي وي وذا تشنيا وذا تشم المهم مركا المها لغد المها يا قبلي وحتى حتى قبلي إني ترى الله مرة بو
xoolaha inta leeg baan ka rabaa inaad xoolaha ay siiso mooyeen ma doonay oo ninkii ma dhimayso isaguna bilaash ku nuuji ma dhibaayo gabadhii kuma dhibaayo ilmaheeda yaani ka faa'iideysan ma hayo iyaduba way dhashay waxba haasiinin ma dhahayo way iyaduna ku kalifo wax badan ha bixiyo waa inay heshiyaan way la tudaar lama dhiba waalidatun gabadh wax dhashay biwalida ilmaheeda lagu ma dhibo wala mawludullahu kallo dhalayna lagu ma dhibo biwalida ilmihiisa wa calal waaris ka dhaxalka wax dhaxlay oo dhaxal kale مثل ذلك انت مولود له لو ليه الا اقبال لو ليه يعني المي سبق اها ابي هدانو جوجن حكتديسا ابي دخلس اما حكتديسا سبق دخلتيسا على كل حال واحد حكتديسا او غدوان عندنا كخين انت ابي لو لها الا اقبال لو ليه هو واينو كسودي يا ربعي قبل ان نجيني سواء انه بخي اغونتا وعلى الوارث كي واحد دخل يدشيسا وها مثل ذلك انت ابها لو ليه الا فين هذا الامر ninkii iyo gabadhii haday doonaan fisaalan gurin ay ilmaha guriyaan antaraadin xilda xaddi oo min walabadooda ka raalay isaga noqdeen iyo tashawur wada tashi qulaaduna haddii calayma dushooda maaha labadii sano oo la gaadin hal sano iyo meelaha ama lix bilood ama sidaas oo kale haday raalay isaga noqdaan inay ilmo ay wada tashadaan inay ilmihi bal ay guriyaan oo bilmetal fursadii baa isu keeni wayay oo ninkii baa wuxuu waa wuxuu gabadha siiyo ama gabadhii baad dana kala yeelato waxay tiri warde waan yar danaysanaya haday sidaa noqoto wax dambi ma leh wax dhiba ma leh ilmihi waa la korin way laakiin meesha waxa loo laga rabaa in aan ilmihi la dayicin baa la rabaa way fayna dadaa haday isla doona labadii fuu fisaalan gurin aan taraal dhigir dhaggi oo labadoodu raali oo minuma ka ahaday wa tashawul wada tashi fala junaha alayhi ma dambi dushooda ma saarna way heli karaan way tashanayaan wayna ritum hadaa doontaan أن تسترضعوا إن أنو جن طلبتان أولادكم عروتين فلا جناح الدنب عليكم دشين ماها إذا سلمتم مركات أوليبتان قبلها وحنو جنيا ما آتيتم وحد سيني سانوات وقلت لك شين بالمعروف السفية عن وحوي وحان دنب كتيرين إلمها ننكي هدو إلمهيسة قبلك يكونوا جزيرا هو يريبا كعودك تويد بالمثل أما واحدين وردنان لا يهي أما إساقا بيريده هو يرين ميلك ليوك عدال لقيا باي إلمهي قوانسكاه السانية marka gabadh buu damcay inay u noojiso gabadha haduu ujeedadeedii siinayo wax dhibaato ama leh wax dhiba ma leh Soomaalidu aad isuma noojisan u maleeynaa ma arag wali wiil yani gabadh la noojinayo wax la siinayo way jirtaa ilmaha yadii dhimatay oo mid kale kula diday ilmaheedii waa la fi way jirtaa Allah wuxuu leeyahay in aad ratum hadaa doontaan astastardu in aad noojin dalabtaan awladakum arhurtiina fala junaa aleikum dambi dushina ma saara ila ataytu markaas سلمتم مركات أوليبتان ما أتيتم واحد سين لهايدان ودقوا تلاقيسين بالمعروف في عالية واتقوا الله ولا لك بقوا الشرع إذا كنت ما لليها واعلموا أقادة أن الله على سبحانه وتعالى بصير إنه أركب بما تعملون واحد عمل فليسان الله ما إذن كلا حساب تمية شرع قسيدوا يهي وقاتب على لليها والله سبحانه وتعالى